مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك. عنا اول شي 4 بيضات، ضيف عليهم 3/4 كوب سكر، كمان ملعقة صغيرة فانيلا. بخفقن على سرعة عالية. هلا بدنا نكفي. هلا بحط فوق الخليط 1/2 كوب حليب، 1/4 كوب زيت نباتي، بحط 2 ملاعق صغار بيكنج باودر، وهون عندي 1 كوب طحين و1/2 كوب كاكاو، نخلتهم اكيد قبل ما استعملهم. بحط الطحين والكاكاو على دفعات وبخفق على سرعه خفيفه. انا وعم بخفق بحط الطحين والكاكاو. بسم الله. انتهينا من الخلط. بحط الخليط بالصينية. بسم الله. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 180 من الاعلى والاسفل. بحطها بالفرن. هذا الكيك بعد ما اخذ بالفرن 40 دقيقة. بدنا نكفي مع بعض، حطه على السنيطة. بسم الله. بس بدي جلس الكيك شوي، شي خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بعمل بهيدي الطريقة. ليتشرب الكيك الحليب اللي بدنا نحطه عليه. بحط حليب. كيك كتير كتير سهل. بعد ما حطيت الحليب بنحط النوتيلا. بسم الله. مد النوتيلا بهيدا الشكل.
هذا الكيك بينفع للي بحبه كتير الشوكولا. دهنا الكيك بالنوتيلا، هلا بدنا نزين تزيين خفيف. هذا الكيك حاولت اعمله بس من شوكولا، ما بدي ادخل عليه فواكه او شيء، مثلا فستق حلبي، جوز الهند، شيء ابدا، بس شوكولا. هيدا الشكل النهائي، كتير رائع. هيدا الكيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى تعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.